هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله لتقديم الجديد. 8 غيابات في أول ظهور للوداد بقيادة مدربها الجديد الركراكي. شهدت المباراة الأولى لفريق الوداد الرياضي التي فاز فيها على يوسف يتبرشيد برسم الجولة الأولى من فعاليات دوري المرحوم أحمد النتيفي غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة. وافتقد وليد الركراكي الذي عوض فوزي البنزرتي في تدريب الوداد خدمات 8 لاعبين في أول مباراة يقودها خلال هذا الموسم في دوري أحمد النتيفي، ونجح في تسجيل أول فوز له على حساب يوسف يتبرشيد بهدف دون رد كان من توقيع سفيان كاس في الدقيقة 53. وغاب عن المواجهة المذكورة كل من الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا، أيوب زكوما، الليبي مؤيد اللافي، أيمين أبو الفتح بسبب عدم الجاهزية، فيما غاب زهير المترجي بسبب الإصابة بفيروس كورونا. كما غاب أيضا عن المواجهة كل من بدر قادرين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وأيضا أحمد رضا التقنوتي لاختيارات تقنية. نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة. في الأخير لا تنسى الانضمام لقناتنا الجديدة للأخبار المغربية دعما منك لي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في فيديو آخر.